هل صلاة الجنازة واجبة؟ فرض كفاية، نعم واجبة، لا بد منها، لا بد يصلى على الميت المسلم، فإذا صلى عليه من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يصلي عليه أحد فإن الجميع يأثمون، تجب الصلاة عليه ولو في القبر، إذا دفن ولم يصلى عليه صلى على قبره ولا يترك بدون صلاة. نعم.